الرحمن الرحيم. طيب الحقيقة أنتوا فتحتوا أكثر من موضوع. أتمنى أو إن إحنا نلحق الليلة دي إن إحنا نجاوب على كل اللي تقال. لكن وأنا حريص على إن أنا أجاوب على كل التساؤلات. ولا سؤال من اللي تقال أنا عايز أهرب منه. حتى أبعد الأسئلة عنا مهنيا سؤال متعلق بأبنائنا في شمال سيناء، وهو من أصعب أمور على نفوسنا جميعا كشعب مصري كمحامين. حقيقة هو إننا نطرح الضدين مع بعض. بيسأل ليه المحكمة ما رجعتش؟ ده مش دور نقابة المحامين، مش هتقدر ترجعها إلا إذا كانت الحالة الأمنية تسمح بحماية كل الأطراف. طول ما الحماية دي لسه ما اتغطتش محدش هيرجع. اثنين، الحديث عن خطف اثنين محامين او اربعة او خمسة، ما اتخطف ضباط معهم سلاح، دي جرائم من عناصر ارهابية ما بتميزش بين محامي وبين ضابط. هي بتدور على المسؤولين، بتدور على الشخصيات المهمة علشان تتناولها او عشان تقتلها او عشان. بتمنى انه اخر اثنين مختطفين يكونوا احياء، لكن ده بيؤكد انه ما ينفعش ترجع المحكمة تاني دلوقتي، لانه ده معناه انه اكتر من محامي تاني ممكن يتاخد، واكتر من قاضي تاني ممكن يتقتل، واكتر من امن تاني ممكن يضرب. يعني المسألة في غاية الصعوبة. انا متعاطف تماما مع ولادنا في شمال سيناء وظروفهم في العمل في الاسماعيلية، لكن ده أمر في غاية الصعوبة على الآن. حتى الآن واضحة تماما في الدولة المصرية، لسه مش ما وضعتهاش موضع الكمال وما قالتش إنها تقدر تخلص إزاي، لكن إحنا في مواجهة الإرهاب لازم نبقى أكثر صبرا من غيرنا. إحنا بقدر الإمكان بنحاول نخفف المعاناة عن ولادنا في شمال سيناء، وده عملناه أو بنعمله، بنخفف في الاشتراطات المتعلقة بالتجديد وغيره. هم ما تعملوش بنفس الدقة اللي حضراتكم تعملتوا فيها في المحافظات. ايضا قدمنا لهم او جبنا لهم مقرات في الاسماعيلية علشان يقدروا يباتوا فيها للي عايز يبات في الاسماعيلية. ما فيش وسيلة ممكنة مهنيا لمعاونتهم، مش هنتأخر عنها. واذا في اي مقترحات تساهم في تخفيف المعاناة عن ولادنا في شمال سيناء أنا مستعد أتلقاها كنقابة. إحنا يعني مدركين إنه ده حدث جلل، كارثة، لازم كلنا نتعاون لمساندة أصحابها ورفع الألم عنهم أو تخفيف الألم عنهم. الحقيقة الـ أنا ما عجبنيش مقدمة الخطابة بتاعت أعضاء الشباب. ما عجبنيش في إيه؟ في انه بيتكلم على انه ده اللقاء الاول بين نقيب المحامين والشباب. مين قال ده اللقاء الاول؟ هو لازم يبقى اللقاء الاول لازم يبقى اللقاء مع الشباب تحت يافطه لجنه الشباب؟ طب ما احنا التقينا في بورسعيد والتقينا في الغردقه، كل سنه بقى لنا سنتين في الغردقه وقبلهم في بورسعيد. 90% من وجوه حضراتكم انا شفتها اكتر من مره، شفتها في الغردقه وشفتها في بورسعيد، وفي اغلب المناسبات اللي احنا بنلتقيها في المحافظات ايضا بنرى المحامين الشبان. لكن ده مش معناه انه الدنيا كويسه، الدنيا سليمه 100%، لا طبعا في اشكاليه متعلقه بتكوينات المجالس الفرعيه. احنا حليناها في مجلس النقابه العامه اللي سالني ليه خفضت من 8 من 56 مش 52 من 56 ل 28، لانه الدوافع التشريعية وراء تخصيص مقاعد المحكمة الابتدائية ومقاعد على مستوى النقابة العامة انقضت الدورة دي، ما عادش لها نفس القيمة، بالعكس ثبت بعض المشكلات العملية. ايه المشكلات العملية؟ ان احنا
بننتخب 2 بيمثلوا المحكمه الابتدائيه، نقيب الفرعي وعضو النقابه الفرعيه، عضو النقابه الفرعيه اللي في تشكيل النقابه العامه. الاثنين في 90% من النقابات الفرعيه بينهم مشاكل. وانتوا بتلاحظوا ده. الاشكاليات دي محتاجه الحل، وكان حلها انه نعمل فصل. اعضاء النقابه العامه وبعضاء النقابه العامه واللي مسؤولين عن الاقليم او المحكمه الابتدائيه يبقوا بتشكيلهم المباشر. مشكله الشبان ايضا في المجالس النقابات فيها اشكاليه. فيها اشكاليه في التمثيل. فيها اشكاليه في التصويت. عضو النقابه الفرعيه عن الشباب بينتخب من الدائره الكليه. عضو النقابه الفرعيه في البدايه في القانون القديم كان بينتخب على المحكمه الجزئيه. انا سامع عاشور عضو المحكمه الجزئيه عن بور فؤاد مثلا. وعضو الشباب اللي نجح من بور فؤاد. يعني ممكن الدوره الجايه ينافسني في الانتخابات. فتبدا المعارك. وده كان بيحدث في كثير من المحافظات. انا قريت ده كويس. فضينا ده، فضينا الاشتباك من حيث الحده في انه خلينا الانتخابات كلها على مستوى المحكمه الابتدائيه. يعني ما عادش فيه منافسه هتبقى جغرافيه في مكان واحد بين 2. انما هيبقى التصويت مفتوح، هيبقى المساله في النهاية متاحة لكل الأطراف إنها تبقى موجودة. فبعدنا المحامين أو التشكيل الشبابي من المنافسة الحادة الصغيرة جغرافيا، الصغيرة جغرافيا، وخرجته من هذا المكان. وأيضا رفعنا لهم سن التمثيل في الشباب. لما نقول 35 سنة يعني هيقعدوا 3 دورات شباب، هيوجعوا دماغكم 3 دورات هتنتخبوهم في كل مرة. في نتيجة إنه سن مرتفع لغاية 35. ومع ذلك ده شيء انا سعيد بيه لانه ده صحي، ولازم ندي فرصه للمحامين الشبان في ان هم يمارسوا الاداء النقابي والدور النقابي بشكل ايجابي علشان يفيدوا المحامين، بس علشان الناس تبقى فاهمه انه ما ناخدش الموضوع بحده انه فين المحامين الشبان وفين لا، الموضوع المحاماه ما فيهاش كده على فكره. الفصل ده فصل متعسف جدا. والاحساس بيه مش باسباب مهنيه، مش لانه له علاقه بالمحاماه، لا، المحاماه ما بتعرفش الصغير والكبير. كثير من المحامين الشبان اكثر شطاره من المحامين الكبار بقى لهم عشرات السنين. بينجحوا وبيتفوقوا وبيبقوا بارعين امام محكمه الجنايات ومحكمه الجرح وبنشوفهم وبنسمع عنهم وبياخدوا مكانهم ودورهم. لكن بالقطع في ازمات مهنيه في البدايه، ودي اللي ولادنا اتكلموا عنها. يعني اللي بيتكلم على التاهيل العلمي والمكتبة، هو انت لازم تبقى المكتبة اديها لك كرتونة؟ مين قال كده؟ احنا لما بدأنا في المحاماة ما خدناش كراتين من النقابة وقلنا دي مكتبة المحامي. كنا بنشتري كتاب نسمع ان في كتاب كويس نزل في مكان كويس نبعت نجيبه. ما فيش بيتباع نصوره وناخده. ندور على الأحكام اللي بتصدرها محكمة النقد ونجمعها. ده بالعكس، ده كان بيتوافق مع امكانياتنا الماديه في انك مش هتقدر تجيب مكتبه بالشيء الفلاني، وهي مساله نسبيه. النهارده عشان تجيب مكتبه بالالاف ده مجهد للمحامي. طب ما تجيبها بشكل متدرج. كثير من دور النشر بتتعاون الان مع النقابه العامه والفرعيات وبتنزل بعض الاصدارات اللي فيها تخفيض وفيها وتبدو انها مدعومه من بعض النقابات الفرعيه. ما نجمع ده. طبعا انا مش بروج للاصدارات دي لانه في اصدارات انا مش مؤمن بيها. يعني انا مش مؤمن باصدارات صيغ القانونيه للدعاوى. انا مش عايز اعلم المحامي مسطره الدعوه. لا، ده كلام ما يصحش. المذكره بيقول لك كتاب في المذكرات، لا برضو ده مش صحيح. انت تتعلم من المذكره لكن ما تنقلش المذكره. تتعلم من كيف توضع صحيفة الدعوة لكن ما تنقلهاش زي ما مكتوبة في الكتاب. ده بيوقف عندك إمكانية الإبداع والتفوق. وبالتالي أنتوا كمان لازم تساعدوا نفسكم في تطوير نفسكم. طب ما موقع نقابة المحامين في مئات المؤلفات القانونية. وفي آلاف الأحكام القضائية. سواء النقض أو الإدارية العليا أو الدستورية أو حتى الأحوال الشخصية. كل فروع القانون عندنا. انتوا دخولكم على هذا الموقع دخول محدود، مش
متكافئ مع احتياجاتكم اللي انتوا بتتكلموا عنها النهارده. ما انت ممكن من خلال الموقع تقدر تطلع اللي انت عايزه وتلاقيه قدامك، مش ضروري في كتاب. انا شخصيا بفضل الكتاب، يعني انا من المدرسه القديمه اللي بتفضل انها تقرا الكتاب وتقرا الحكم في الكتاب، لكن انتوا مفروض تكون عندكم سعه صدر لاحتمال كل الوسائل علشان تقدر تعلم نفسك. ايضا اكاديميه المحاماه هتحل اشكاليه كبيره، اكاديميه المحاماه اللي احنا طلعناها في القانون الجديد هتحل اكثر من مشكله. اولا دي اللي هتعمل، هتبقى دي مركز الدراسات، اللي بيسال على مركز الدراسات دي هيبقى فيها مركز دراسات للمحاماه، هيبقى فيها دورات تدريبيه، وساعتها ننفذ مقترحات اللي انا سمعتها في انه في التدرج من الابتدائي للاستئناف او المسالف يقضي دورات معينه زي الجيش وزي اساتذه الجامعات، ما بيترقوش الا بالابحاث، ما بيترقوش الا بما يقدمه من اداء علمي. احنا نعمل ده في الاكاديميه. الاكاديميه ايضا مؤهله انها تدي مؤهل مهني ومؤهل علمي بعد المعادله العلميه من مجلس القضاء، من مجلس التعليم، مجلس الاعلى للجامعات. اذا احنا داخلين على افق عريضه جدا ان شاء الله هنستفيد بيه، هنستفيد بهذا المكان. انتوا الاجيال الشابه اللي موجوده دلوقتي هي اللي هتستفيد بهذا الادخار العلمي اللي احنا بنستدعيه علشان تبقى موجوده. احنا يا نلحق يا ما نلحقش الاكاديميه، لكن حضراتكم باذن الله هتلحقوها وهتستفيدوا بيها وهتستفيدوا بتفاصيلها، لانه هو ده المستقبل القادم. ما تكلمنيش عن انك دلوقتي بتعاني من انه مرتبك مش كبير علشان ده بيخليك تمشي من المحاماه. ما انت لما بتمشي بالمحاماه انا بخاف، انا مهنيا اخاف اصرف عليك ليه؟ ما انت ممكن اصرف عليك وتمشي كمان. واصرف عليك من حساب مين؟ لازم تبقوا فاهمين كويس ان موارد نقابه المحامين مصدرها احنا، مصدرها عملك مش الدوله. انا ما عنديش موازنه اسمها بتجيلي من الدوله نخصصها للمحامين فنخصص للمحامين الشبان مكافآت. لو ده متاح هنعمله، لكن ده مش متاح. انا عندي موارد دعتي للمحامين المشتغلين، فانا متربص بالمحامي المتدرب لغايه ما اثق تماما في انه دخل في عجله المحاماه. وحطينا موعد حكمي للقيد الابتدائي سنتين، وطبقا للقانون الجديد مش هيبقى حد اكتر من سنتين، سنتين ونص على اكثر تقدير. اللي مش هتقيد ابتدائي هيمشي. لما يبقى ابتدائي يستحمل سنتين، هو يحتمل سنتين، احنا نقدر نحتمله بقى طول العمر كنقابه. هيبقى من حق المحامين انها تقول نساهم معاه ونديله ونرفع من شانه وغيره، لكن انا ما اقدرش انزل الان قرار في رمان بان مرتبات المحامين الشبان تبقى ب 10,000 جنيه في الشهر. ما حدش هياخدك، ما حدش هيقبل محامين. المحامين هم بتقول لك ما انا ما عنديش، مش هاخد. انت تقدر تجبر المحامي انه يدرب عنده واحد او اثنين او 10؟ لا ما تقدرش. إذا القضية هنا قضية عرض وطلب، وأنا قلت الكلام ده في لقاء مع أولادنا الشبان في القاهرة. قضية المحاماة أنها قضية متعلقة، قضية رأسمالية الأحكام والقواعد، تقوم على قواعد السوق. المحاماة بشكل عام أتعاب المحاماة بتزيد لما الطلب على المحامين يزيد، إنما لو طلب على المحامين قل والاحتياج للمحامين قل والمعروض من المحامين كثر بتقل قيمة الأتعاب. وانتوا بتشوفوا ده في محاكمكم لما بيتنافسوا محامين على انهم ياخدوا قضايا معينة بأسعار متدنية، بيضربوا السعر وبيأثروا على زملائهم. مش انت عندك دعاوى في ناس بتاخد في صحة التوقيع مثلا كذا، وبتضرب المكاتب الأخرى في اللي بتاخد أتعاب ليه؟ لأنها عرض وطلب، عرض وطلب. فهذه القيمة السوقية السوقية المتعلقة بقاعدة السوق يعني هي دي اللي بتتحكم في فكرة الأتعاب. أنا طب أنت إحنا نقدر نقول إنه الحد الأدنى للأتعاب تبقى كذا؟ ما نقدرش نفرض ده، لأنها ده عقد رضائي بين الوكيل والموكل، الاثنين هما اللي بيحددوا ده. المواطن من حقه يختار المحامي اللي هو عايزه ويدفع الأتعاب اللي هو عايزها واللي يقبلها المحامي. دي قواعد العمل بالمحاماه. فلازم المحامين الشبان يحتملوا فتره التدريب. ده مش معناه ان احنا نسيبهم، انما معناه ان احنا نقول لاخواننا، نقول للمحامين، وده اللي هيريحكم فيها التنقيه اللي احنا ماشيين فيها.
هو ايه اللي زود عدد المحامين؟ انه ما فيش تنقيه، كان اعداد بلا حصر، ما بتمارسش محاماه بجديه، مش ناويه تشتغل محاماه، مش عايزين يشتغلوا محامين، واخديننا ترانزيت. يعني في ناس كتيره كانت بتنضم لنقابه المحامين ترانزيت، انا اطلع الكارنيه واحطه في جيبي، وممكن عشان اعالج الفيروس سي، وعلشان اخد مش عارف ايه، وبعدين ادور على شغلانه. نبلت في النيابه بروح، جالي سفر بروح، شفت مشروع بروح، شفت وظيفه في الصرف الصحي بروح، وبسيب المحاماه. انت عايزني بعد ده كله، بعد افضل اصرف كنقابه واضيع فلوس المحامين اللي انا بحطها لهم في المعاش وفي العلاج، المشتغلين اللي ما عندهمش حاجه تانية غير المحاماه، واللي مش واخدين المحاماه ترانزيت. المحاماه هي مستقبلهم، المحاماه هي بيتهم، المحاماه هي عزبته، هي مشروعه. انا ما اقدرش اضيع على صاحب المشروع مشروعه وادخل معاه شركاء مش في المحاماه، شركاء مش هيشتغلوا في المحاماه. ما ينفعش الشركه يبقى فيها 10، انت تساهم 9 يساهموا واحد ما يساهمش، اللي مش هيساهم ده هيضرب الشركه، هيوقع الشركه. لازم كل الشركاء تساهم. احنا عاملين المساهمه الحكوميه دي بالضوابط اللي احنا اشترطناها واللي احنا وضعناها في التنقيه اللي بتقلل النهارده الاعداد. النهارده الاعداد بقت مختلفه غير السنه اللي فاتت، غير السنه اللي قبلها. النهارده الامور مختلفه تماما، السنه الجايه الامر هيختلف تماما، لانه احنا داخلين على تنقيه حقيقيه متعلقه بالكيف وبالتحقق والتدقيق في كل الانحرافات اللي ممكن تكون دخلت بالغش داخل جداول نقابه المحامين. احنا بنطلع ده على فكره. صحيح احنا مش بنعمل بيها دعايه كبيره، لانه امر بيسئلكم بشكل عام. الامر مش ما يسعدش حد. محزن لما تلاقي محامي بيزور توكيلات، محزن انك تلاقي محامي بيزور برنت تامين، محزن ان المحامي يزور شهاده تحركات، محزن. هذا الامر محزن ومخجل، ما يسعدناش ان احنا ننشره، لكن يسعدنا ان احنا ناخد حقنا بالقانون منه، مش هنسيبه. واللي عايز يعرف اسماء يجي في نقابه المحامين وننزع اسماء. الاسماء دي احنا بنوقف قيدها، ما بنمنعها من انها تكمل، ونقول له تعالى انت عندك تزوير في الحاجه الفلانيه، قدم لي، دفع عن نفسك. ده احنا ماشيين فيه وهنفضل ماشيين فيه، ومش هنتراجع عنه مهما كانت الاسباب. مفيش مراجعه، مفيش تراجع عن التنقيه، ومش هنسيب حد مش مشتغل ياخد معاش. ليه؟ هو انا لما اقول النهارده المعاش رفعناه عشان يبقى 3000 جنيه، وتيجي تقول لي تشترط ليه توكيلات؟ لا، ده القانون اللي بيقول كده على فكره، ده مش اختراع، يعني ده مش من ضمن قرارات التنقيه، ده قديم، انه لازم يثبت خلال سنوات الاشتغال اللي عايز يحتسب عليها معاش انه كان مشتغل. لما اقول له توكيلات وما يجيبش توكيلات، طب احنا تساهلنا قلنا طب يجيب ما يفيد انه كان بيتحاسب ضريبيا، مفيش. يجيب ما يفيد انه عنده اجندات، مفيش. طب نعمل ايه؟ طب اذا في واحد تتوفر فيه كان فعلا بيشتغل بس ما عندوش اجنده وما عندوش توكيلات وما عندوش بتاع، ونقول عليه مشتغل بشهاده الشهود؟ طيب والباقي اللي مش مشتغل، هي ينفع فيه شهاده الشهود؟ هل تقبله ان انا اخد بشهاده الشهود في الاشتغال؟ انا لو اخدت بشهاده الشهود في الاشتغال ولا تنقيه هتتم. احنا اول سنه عملنا فيها التنقيه كانت بيجي لي شهادات من بعض النقابات الفرعيه على بياض مختومه، واسم المحامي مش موجود، انه متردد وانه بيشتغل وانه محامي في النقابه الفرعيه، وكلام مختوم من ختم النقابه الفرعيه. جه حصل، هل تقبلوا هذا؟ هل يمكن ان نتحول الى نقابه ورقيه لمجرد ان احنا نحط مستند ونختم يبقى هو ده دليل المحاماه بشهاده الشهود بالمجامله؟ احنا لو سيبنا ده هنضيع الدنيا. ولولا التدقيق المزعج ما وصلنا الى ما وصلنا اليه النهارده خالص. احنا مواردنا ما نقصدش، رغم ان احنا استبعدنا حوالي 200-300 الف اسم ما خدناش منهم اشتراكات، انما ما نقصش من دخلنا حاجه. لا اتعاب المحاماه نقصت ولا دمغه المحاماه نقصت. ليه؟ لانه اللي احنا استبعدناهم ما كانوش بيشتغلوا، ما كانوش بيحطوا لا دمغه ولا بيحكم لهم باتعاب محاماه.
ده كانوا عبء عليا وعليك، وانا كنت دايما اقول كل واحد من المحامين المشتغلين بيدفع تكاليف ثلاثه غير مشتغلين معاه، بيدفع لهم علاج وبيدفع لهم المعاش. هو ايه الطفره اللي حدثت النهارده في المعاش؟ انا في 2015 ما احنا كنا بنتكلم على 700 جنيه معاش، النهارده 3000 جنيه المعاش. دي القفزه دي ايه؟ القفزه دي ان انا قصرت اموال المحامين على المحامين المشتغلين، حافظت على ما ادخلوه من موارد العزبه بتاعتنا دي، عزبه المحاماه، وبقى بتقسم بس على اصحاب العزبه. انت عايزني اقسم على الجيران؟ مش هقسم للجيران. عايزني ادي اصحاب الـ 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 اصحاب الـ الـ العزبه؟ لا، مش هدي اصحابهم، انا هديله هو بس، انما مش هدي مراته اذا جابها علشان تبقى معاه في التوكيلات وتبقى معاه في الورق، مش هدي ابن اخته، مش هدي ابن جارته، مش هدي بجاره، لانه ده معناه انك بتبدد ايضا بس باسباب مختلفه. لانه ايضا كان في كثير من المحامين اللي مش مشتغلين، سبب عدم اشتغالهم ان هم اللي بيدفعهم محامين مشتغلين. محامي جاي يقول لك انا اصل انا جوز بنت خالة امي اللي في مش عارف فين، او النبي خلص لنا بتاع. طب هو ينفع؟ مش هينفع نجامل بعض. انت عايز تجامل على حساب نقابة المحامين؟ انت عايز تجامل على حساب مواردك؟ بتجامل؟ طب جامل من جيبك، انت بتجامل من فلوس المحامين. اللي بيتكلم على اي تجاوز مالي ويطلب ان يبقى في تجاوز مالي حتى لو كان في العلاج يدفع هو. ليه؟ لانه هو بيجامل من جيب غيره، بيجامل من جيب المحامين اللي اصلا مش مفرطين في فلوسهم، ما هم عايزين الرصيد يبقى موجود. الرصيد ده هو اللي احنا قدرنا نحافظ بيه على اللي احنا وصلنا اليه النهارده. احنا وصلنا في علاج المحامين الى اعلى مستوى في العلاج في كافه النقابات المهنيه، وتفوقنا على جهات كثيره جدا عندها امكانيات. مين قال انا لما يبقى عندي علاج السنه دي وصل تجاوز ال 290 مليون جنيه في سنه، في سنه لسه ما خلصتش، ده معناه ايه؟ معناه انه احنا توسعنا جدا، لان احنا رفعنا السقف، رفعنا سقف الفشل الكبدي بقى 150,000، الكانسر بقى 50,000، القلب المفتوح 50,000، القسطره 30,000، العمليات العاديه 30,000. ده يا اخوانا مش موجود في اي نقابه. مساهمه 90% من النقابه، المحامي بيدفع 10%، حتى الزوجه والاولاد المحامي برضه بيدفع 10% في المخصص لهم. هذه القفزات العلاجيه مش موجوده مع حد، مش موجوده في اي جهه. هتقولي نقابه مهنيه؟ هتقولي نقابه مهنيه زينا؟ لا نقابه الاطباء زينا، ولا المهندسين زينا، ولا التجاريين زينا، ولا المعلمين زينا، ولا اي، ولا الصحفيين زينا. بتتكلموا في ايه؟ احنا النهارده بنتكلم ننسى ده وندوس عليه ونتجاهله؟ لا، احنا عملنا قفزه. لما ابقى في ثلاث سنين في موازنه 16 و17 و18 صارف مليار جنيه على العلاج والمعاشات لنقابه المحامين، يبقى لازم الناس تقدر أهمية اللي حدث في نقابة المحامين من ترشيد في الإنفاق ومن ضبط الجداول، الاثنين مع بعض. احنا ما عندناش بترول، يعني احنا مش بنستثمر، حتى عقاراتنا مش عارفين نستثمرها، يعني ما عندناش موارد إضافية. اللي بنستثمره هو الدخل المباشر، كيف نوظفه التوظيف الصحيح. علشان كده احنا عدينا. فلما ارجع اقول انا عملت المعاش بهذه القفزات، لا، انا مش 3000 جنيه بس الحد الاقصى، الحد الادنى بقى 1000 جنيه مهما كان السلاف. لو يوم واحد هيبقى المعاش الشهري بتاعه 1000 جنيه، 2 زياده دوريه 5% كل سنه من غير اي كلام، 3 معاش الدفعه الواحده برضه هيتصرف اللي حد الاقصى 100,000 جنيه، 4 المعاشات القديمه كلها زادت اللي تقل عن 650 جنيه في الشهر، زادت من 15 الى 35، وكانت زادت خلال السنوات السنتين اللي فاتت بنفس النسبه، بنفس النسبه. لما نيجي نقول كمان المعاش المستحق للاسره اللي كان بينقص بخروج احد المستحقين منه بقرار الجمعيه العموميه، اصبحت الاسره بتحتفظ او من يتبقى
من المستحقين له كامل المعاش الذي تقرر لجميع المستحقين. يعني لو أسرة فيها زوجة وأبناء خرجوا الأبناء من المعاش، رصيد نصيب الأبناء يعود للزوجة أو يعود للابن أو الأبناء حسب الأحوال. هذا يمثل تكاليف مالية. التكاليف المالية دي يا اخوانا انتوا جبناها منين؟ جبناها من الترشيد، جبناها من ضبط إيقاع العمل في نقابة المحامين. ما يعني اللي بيتكلموا، اللي عنده هوى انتخابي ويتكلم على تبديد اموال المحامين ويفتح بقه وورا الفيس بقى يتكلم زي ما هو عايز، وهو مش مدرك انه في 2011 كان احتياطي نقابه المحامين صفر، وكنا مدينين للمستشفيات، كل ده اتغطى، والنهارده انا عندي 600 مليون جنيه احتياطي فوق كل اللي اتعمل، فوق كل المعاشات اللي زادت، فوق كل الانشاءات اللي تمت. وده موجود. ده معناه ايه؟ لان انت كمان لازم تضيف، بتضيف للاحتياط بتاعك مبنى نقابه المحامين اللي قالوا 60 و70 و90 مليون، قعدوا يتكلموا في الارقام، هم 60 مليون جنيه لو ما كناش بنيناه كان هيبقى 660 مليون جنيه. مبنى نادي المنيا الرقم اللي احنا صرفناه كان هيضاف للميزانيه. اللي بيتم الانشاءات اللي في الاسكندريه النهارده اللي هتستلمها بعد باربع شهور كانت ايضا هتضاف للاحتياطي. رغم كل هذه الانفاقات احنا عندنا هذا الاحتياطي، وعندنا هذه الزيادات، وعندنا هذه القفزات في العلاج وفي المعاش. فما ينفعش حد يفاصل معانا في دي، يفاصل معانا في دي ويتكلم على الفساد والافساد والكلام اللي ما يش. انا تحديته وقلت وبتحدى. احنا الجمعيه العموميه حضرت واجازت الموازنات واجازت زياده المعاشات بالتفاصيل اللي احنا اعلناها. اي حد عايز يتطاول على فساد موازنه نقابه المحامين عليه انه يقدم بلاغ، والا يبقى شريك يروح النيابه. وانا اتحدى اي حد يروح النيابه في اي بند من بنود الميزانيه. اذا نجح هيحبسنا، واذا فشل مش هنسيبه لا جنائيا ولا تاديبيا. لانه بالمناسبه اللي بيتكلم على التاديب محق. احنا كنا بنجامل لاسباب انتخابيه، بنجامل، ولانه واحد بياخد الحصانه دي في التطاول وقله الادب لانه معارض او عايز يبقى معارض، او هو بيصور نفسه معارض للنقابه، فبتصور انه مجرد انه يبقى معارض من حقه يشتم ومن حقه يسب ومن حقه يهين ومن حقه يجرح. لا مش من حقه. من الانف صاعد. لا مش هيحصل ده. لا انتخابات هتحوشنا والاداب وقواعدها هنفرضها بالقانون مش بالتجاوز. احنا كل اللي احلناهم للتاديب حتى الان اتحدى ان في واحد متعلق بسبب نقابه. كلها متعلقه، يا اما شتموا بعض يا اما تجاوزوا بالالفاظ زي ما بنشر. وانا مستعد لولا ان يعني لولا حيائي يمنعني ان انا انشر كل المذكرات التاديبيه قبل من احيله للتاديب عشان الناس تشوف اللي بيحصل، بلاوي اللي موجوده جوه الورق، والسب في اعراض الناس وفي اعراض محاميات وفي اعراض بني ادمين. ليه؟ مش هنقبل ده، ومش هنسيب حد يتجاوز في حق حد. احنا شفنا نموذج محترم من وزاره الداخليه لما وقف ثلاث ضباط قعدوا يشتموا المحامين بعد حبس زميلهم في قضيه المحل، قعدوا يلقحوا كلام في الفيس، كلام زي اللي كنا احنا بنقوله في المحامين بتقوله في صفحات الفيس. توقف عن العمل واحيلوا للتحقيق وتحاكموا. احنا كمان مش اقل منهم، واحنا كمان مش هنقل عنهم احتراما لانفسنا. اللي هيتجاوز مش هنسيبه، لانه ده كمان بيحافظ على هيبتك العامه وبيحافظ على مصداقيتك في انك تكون صادق فيما تقول. ما ينفعش تطالب الناس انها تحترمك وانت ما بتحترمش حد. ما ينفعش. اوعوا تبقوا فاهمين انه في حاجه اسمها المحامي على راسه ريشه. المحامي مش على راسه ريشه. المحامي زي اي حد راسه الريشه بتاعته احترامه لنفسه وقدرته هو على الدفاع عن نفسه
وعلى احترام الاخرين وعلى ايضا مواجهه الاخرين وايقافهم عند حدهم بالقواعد بالادب. هو يا اخوانا التجاوز هو بس الوسيله الوحيده للدفاع؟ هي قله الادب بس هي وسيله الدفاع؟ هي تطاول بس هي وسيله الدفاع؟ لا، المحامين، وسالوا المحامين الكبار المحامين المحترمين اغلبكم موجود اهو، مين فيكم تعرض لاهانه من حد من غير سبب او سمعتوا حد من غير سبب اتهان؟ لا، في اسباب. واللي بيكلمنا عن الموظف اللي بيهينه، لا لا اسمحوا لي، انتوا اللي بتسمحوا للموظفين تهينكم. اللي بيطلع يطبطب مع الموظف ويصاحبه ويقول له يا ابني كذا وتقول له يا ابني كذا ويقول له هات سيجاره ويقول له لا مش عارف ايه، قابلني في الشارع وقابلنا على القهوه وبعدين يختلفوا فيشتموا بعض، تقول انا محامي وهو موظف. لا ما ينفعش، انت اللي نزلت، انت اللي كسرت الحاجز المسافه. وانا بقول لحضراتكم لازم تحافظوا على المسافه بينكم وبين كل الناس، بينكم وبين كل الجهات. المسافه دي مهمه مع الصغير ومع الكبير. ده مش معناه انك ما تحترمش حد، انت تحترم الصغير قبل الكبير، لكن ايضا مع وجود المسافه. ده انا عايز المسافه بينكم وبين بعض. هو ينفع واحنا في اوضه المحامين نشتم بعض بالاب والام؟ محامين تشتم بعض بالاب والام تقبلوا ده؟ ده احترام لبعض؟ شفتوا هيئه محترمه بتعمل كده؟ شفتوا وكلاء نيابه قاعدين او قضاء قاعدين يشتموا بعض بهذه الالفاظ؟ ما شفتوش. في الشرطه؟ ما شفتوش. في الشهر العقاري؟ ما شفتوش. اشمعنى احنا في اوضه المحامين؟ ده خط من سوء الادب اللي كلنا لازم نقاومه. هو قليل ايوه، محدود ايوه، لكنه بيسيء لنا كلنا وبيتحسب علينا كلنا واحنا بندفع فاتورته كلنا. اي تجاوز احنا لازم نصوبه الاول. وعشان احنا لما هو احنا قدرنا ننجح في مواجهه المحله مع ضابط، موضوع ضابط الشرطه اللي اعتدى على المحامي زميلنا وابننا، لما وقفنا صح بالورقه والقلم صح ومفيش تجاوز صح، خدنا حقنا. توقف الضابط وتحاكم وتحبس وتقدم لمحكمه الجنايات او محكمه الجنايه حسب الظروف. اذا القضيه هنا قضيه انك انت الذي تستطيع، انت المحامي اللي بيجيب حقوق الناس، مش عارف تدافع عن حقوقك؟ مش عارف تدافع عن حقك؟ هو مطلوب من المحامي انه يقف على البيبان عشان ياخد تاشيره؟ طب ما احنا جايبين كتاب دوري مع النيابه العامه من ايام المرحوم هشام بركات، فانه المفروض انه حد من النقابه ياخد الطلبات يقدمها للنيابه ويرجعها للمحامين، اصحاب الطلبات هم في اوضه المحامين زي الباشاوات. انت مش عايز تبقى باشا، انت عايز تطلع تقف في الطلب. دي مش مسؤوليه انا، دي مسؤوليتك انت. لازم يبقى فيه فيه تفاهم للموضوع. احنا ليه؟ هو انت متصور النقابه هتبعت ورا كل محامي يوسع له السكه ويشوف الطلب بتاعه ودخله النيابه ووقفه ليه وبتكلمه كده ليه وبتعمل كده ليه؟ لا، المحامي هو اللي بيحمي حقوق الناس. الناس الضعيفه هي اللي بتلجا لك علشان تدافع عنها. انت جاي دلوقتي تقول لي انا ضعيف؟ لا، ما تبقاش محامي. المحامي مش ضعيف على فكرة، المحامي مش ضعيف مهما كانت الأسباب، مش ضعيف حتى لو مش معاه سلاح، مش ضعيف حتى ومش عنده سلطة الحكم. لا، دي مش هو، دي القوة. القوة المتعلقة بسلطان الحكم في إطار الحكم نفسه، المتعلقة بسلطان السلطة برضه محدودة بالسلطة. ما هو الضابط كان عنده سلطة. هو أنت مش المثال اللي جبتوه لي بتاع القضاء العسكري، الضابط اللي ضرب محامي ومحامي ضرب ضابط، مش ده راح المحكمة العسكرية وده راح محكمة الجناح؟ ما فيش حد هيحميه، هيحميه سلطته طبقا للقانون اذا احنا خدنا الاجراءات الصحيحة، اذا احنا مشينا بقواعد وضوابط صحيحة، ضوابط المحامين. المحاماة الانسان بكلمة، المحاماة كلمة بس، كلمة كلها ادب، كلها علم، كلها فهم للقانون، مش بلطجة، مش اي كلام، مش زعيق. المحاماة مش زعيق، المحاماة مش تطاول، المحاماة مش صوت عالي بس، المحاماة اقناع. انت لازم تبقى صاحب حجة، صاحب حجة مع نفسك ومع خصومك ومع قاضيك ومع ضابطك ومع كل من تتعامل معه، علشان الناس تحافظ على هيبتك وعلى هيئتك.
انا ما انا بطالب المحامين حتى مع 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 بعضهم. الناس لازم تبقى فاهمه المحاماه مش انك تخطف حقوق الناس، لا، المحاماه انك تدافع عن حقوق الناس، انك تجيب الحق الضايع، مش انك تضيع حق حد علشان واحد وكلك والتاني ما وكلكش. لا، المحاماه مش كده خالص. المحاماه فروسيه تماما وكلها انضباط تماما، لكن للاسف الشديد في بعض مش فاهم التفاصيل الدقيقه اللي احنا كلنا مقصرين فيها. احنا مقصرين في توصيل هذه الرساله لابنائنا. احنا كنا في مكاتب بنتعلم من اساتذتنا، وانا بتهم كل المحامين اللي من جيلي واقل مني في العمر، يعني ان هم ما بذلوش جهد في تعليم حد، ما بذلوش جهد. احنا كنا بنتعلم من كل جمله بتتقال في المكتب ومن كل فكره. واللي بيتكلم على الروتين الاداري وسوء التنظيم اللي موجود في المحاكم مش هيخلص الا بالمكانه، لانه طول ما في روتين اداري والدوله الاداريه العميقه دي مش هيبقى في الا الفساد. وانا فاكر حكايه قديمه يمكن سنه 80، كنت في محكمه الاستئناف بطلع صوره رسميه من حكم ابتدائي واستئناف. صدر محكمه الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي، فجاء الرب بتاع انا بالتنفيذ هو بيقبض وانا مش عايز اقبضه، مش عايز اديله. فقلت له انا عايز، قال لي لا، الحكم الابتدائي لازم يرجع المحكمه الابتدائيه تاخده من المحكمه الابتدائيه. قال ما عندك وانت في قلم الصور، ما تديني دي واديني دي وادفع لك الرسم. لا، مش ممنوع. رحت رئيس المحكمه، يا رئيس المحكمه انا بقى الموضوع كذا وكذا وكذا، وانا عايز صوره من الحكم ده والحكم ده، انت بتأيد الحكم الابتدائي فهو في حوزتك وانت تديني. قال لي بس احنا القواعد وتمنع ان احنا ندي الصوره، لازم الحكم الابتدائي يكون في المحكمه الابتدائيه. قلت له على فكره انتوا كده هتشجعوا الناس تنحرف. قلت له على دقيقه واحده، رحت راجع دفعت مبلغ للراجل وخدت الصوره التنفيذيه. الحكم الابتدائي والاستئناف رحت له، رحت رئيس المحكمه قلت له يا استاذ رئيس، انا جبت ساعتك قلت لي دي تعليمات، انا جبت الصوره الرسميه بتاعت الحكم الابتدائي والصوره الرسميه بتاعت حكم الاستئناف. قال لي طب مين ادالك؟ قلت له ولا هسال فيك، ورحت ماشي وسايبه وماشي. اذا السوء الاداره المصريه، وده في كل حته ومن زمان، مش اختراع حديث، من زمان موجود، هو ده اللي بيؤدي. لكن اللي هيقضي على ده الميكانه القادمه. انا كنت بقابل اكتر من شركه كانت جايه هتتولى ميكانه المحكمه الاقتصاديه، فبيسالوا المحامين طلباتهم ايه، يعني نعمل ايه علشان نضعه في الاعتبار. فخلاص في مرحله انه كل المحاكم الاقتصاديه هتتميكن، لسه باقي محاكم ما فيهاش ميكنه، لكن احنا نتمنى ده، لانه اذا دخلنا في الميكنه كل الكلام اللي انتم بتتكلموه على الكتبه والمحضرين والاجراءات الاداريه كلها هتنقضي، لانه مش هيبقى في احتياج لها، مش هيبقى احنا محتاجين لحد يساعدنا في انه يعمل حاجه مش صح، هتبقى في اطار الميكنه. الى ان تتم الميكنه احنا بقدر الامكان بنحاول نساعد المحامين. اغلب المحافظات اللي فيها حتى نصف ميكنه بنجيب شاشات عرض للرولات الجلسات، علشان وانت في غرفه المحامين ما تقفش، مش ضروري تقف في الطرق ومش ضروري تسحب نفسك في القاعه لما يقرب الرول بتاعك تروح على جلستك. عملناها بقدر الامكان بنغطي كله، لو في اي محكمه محتاجه ده احنا نعمله، لكن مش في ايدينا ان احنا نميكن القضاء المصري، مش في ايد نقابه المحامين. ده محتاج، ده سياسه وزاره بامكانيات، بتاخد قروض، بتاخد منح، بتاخد تمويلات معينه علشان تنفذ ده، لكن لسه الجدول ما وصلش الى ان كل المحاكم تصل الى درجه الكفايه في مساله الميكنه. الحديث حوالين دمغه المحاماه واتعاب المحاماه، والحقيقه انا مستاء جدا، مستاء اولا من سوء الفهم، وايضا من عدم ادراك خطوره اللي بيتقال ده. هو حضراتكم في لما بترفعوا الدعاوى قبل القانون بتاعنا، قبل القانون الجديد، مش كنت بتدفع رسم نسبي وبتدفع صندوق القضاء وصندوق مش عارف ايه وصندوق ايه، مش بتدفع جدول صناديق؟ وكنت لما بتكسب القضيه بترجع على الخصم، لما بتخسر القضيه خلاص. حد فيكم كان زعلان من الحكايه دي؟
اشمعنى لما اضفنا اتعاب المحاماه؟ بقى قعدنا نحسب بقى، اصل دي عبء. عبء ليه؟ عبء ليه؟ ده قانون وده حق صندوق المعاشات بتاعك. انت بتتفرط فيه ليه؟ انت مستنكره ليه؟ الدفع في اول درجه والدفع في ثانيه درجه، طب انت زعلان ليه؟ ما القانون كده، كل درجه عليها اتعاب محاماه. انت كسبت القضايا كلها ودفعت الاتعاب كلها في الدرجتين، موافق. هتقول لي اجيب الفلوس ازاي؟ لا، مش هتجيبها من نقابه المحاميه، هتجيبها من الخصم بمقتضى السند التنفيذي اللي معاك، ترجع للخصم. دي عايزه تعليم. احنا ليه بنقترع؟ ليه بيزق لنا معلومات علشان نفسد حتى مكاسبنا؟ ده مكسب النهارده، كل يوم كل يوم بيدخل الحساب صندوق المعاشات كل اتعاب المحاماه اللي بتتحصل يوم بيوم. الساعه 12 ونص كل البنوك بتوصلنا كل التحويلات اللي تمت فيها. ده رايح فين؟ هو رايح احنا يعني هنفرقها على مين؟ ما عليكم، على المحامين، على احتياجاتهم، على علاجهم، على معاشهم. انت جاي دلوقتي تقول لي انا مش ده عبء؟ عبء على مين؟ هو الموكل مش هيدفع ده؟ هو الموكل يعرف المحامي الشاب والمحامي مش الشاب في الاتعاب دي؟ ما بيدفعها للمحامي الكبير ويدفعها للمحامي الصغير، في محامي او ما فيش هتدفع. اشمعنى؟ اشمعنى لما قررنا ده لمصلحه المحامين؟ ده شيء غريب يا اخوانا. هتعرفوا مع الوقت مدى النجاح اللي تحقق من مقتضى هذا النص لصندوق المحامين. احنا كنا بنجري لغايه دلوقتي بنجري على القديم عشان نجيبه، لا عارفين ده حصله، والمحامين حتى ما بتدفعوش، ومش حريصه انها تدفع الموكلين، وانا مش عارف ايه المتعه دي. ايه المتعه في انك تهرب الموكل بتاعك من انه يدفع عليه لصالح نقابه المحامين؟ ما بيدفعها للدوله، وبيدفعها للقضاء، وبيدفعها بقشيش للمحضر، وبيدفعها بقشيش للموظف. ده انت بتصرف على السند التنفيذي مئات الجنيهات وانت بتطلعه من واحد ما بيعملكش حاجه، لمدام مجرد ان يكتب لك الحكم، ومجرد يديك على الختم، ومجرد يقول لك مبروك يا باشا وبتدفع. اشمعنى حق النقابه اللي بنفعص فيه بنجري وراه ان احنا ندور له على حاجه تكعبله؟ لا، مش هنتراجع عن هذا الامر، ده حق المحامين، وانا مش هفرط في هذا الحق مهما كانت تعب المحامين، لانه في النهايه بيعود عليك وبعود ليك. هتقول لي ليه ما تحطش دمغه مكان الاتعاب؟ هتتسرق. لو حطيناها دمغه هتتسرق، والكتبه هتسرقه، والمحامين هتسيب الكتبه تسرقه علشان يضيع حقوقك، لانه الدمغه دي ممكن ما يلزقهاش، او يلزقها وياخدها تاني ويلزقها في حد في قضيه تاني، هو نفس المبلغ، وانت تدفع مرتين وهو يسدد النقابه مره. اذا مش لمصلحتنا الدمغه، بتدفع عليها ايضا عموله طبقا للقانون المدى 178 او 177، بتتكلم على عموله التحصيل للدمغه والاتعاب المحاماه. طب قانون، احنا عملنا كده في تحصيل اتعاب المحاماه طبقا للقانون، وعملنا بروتوكول مع وزاره العدل بمقتضاه بيتم التحصيل يوم يوم، واخترنا يوم بيوم بحجم الودائع اللي تخش صندوق النقابه. ده عيب؟ لا مش عيب، احنا بنباهي بهذا الامر، واللي زعلان زعلان، بس انا بقول ده لمصلحه كل المحامين، مش لمصلحه حد بعينه ولا ضد حد بعينه. القيمه المضافه، انا مش عارف يعني ايه انت زعلان من القيمه المضافه ليه؟ هو احنا اللي هو احنا 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 السبب في القيمه المضافه؟ هي القيمه المضافه ده قانون احنا اللي طلعناه، هي نقابه المحامين اصدرت قانون يدفع المحامين قيمه مضافه، ولا ده قانون صدر من الدوله؟ قانون صدر من الدوله، ولما صدر نقابه المحامين اكبر نقابه مهنيه واجهتها. احنا عطلنا اللائحه التنفيذيه 8 شهور عشان ما صدرتش، وبعد ما صدرت القانون ده فيه ايه؟ فيه اللي ما يخطرش في سجلات القيمه المضافه يتحبس، فيه اللي ما يقدمش اقرار كل شهر يتحبس، في اللي ياخد اتعابه ويخفيها يتحبس. 3 مناطق للحبس. حد يقول لي مين المحامي اللي اتحبس في اي منطقه من دول؟ ولا واحد. انا بقول كده ولا واحد. ليه؟ لان احنا عملنا بروتوكول غير كل المفاهيم دي اللي موجوده في القانون.
انتوا هتخلونا يعني الناس تقلب علينا علشان تضيع اللي احنا المكاسب اللي احنا كسبناها. انت النهارده بتدفع مبلغ مقطوع 20 و40 و60، المبلغ المقطوع ده مش هو ده اللي منصوص عليه في القانون. القانون بيتكلم عن 10% من اجمالي الدخل، يعني هو اللي هيقدر مش انت. هتقول 100 هيقول لك 10,000 ويدفعك ال 10% من ال 10,000. انا ريحتك قلت لك اذا محكمه جزئيه 20 ومحكمه جزئيه 40 ومحكمه استئنافيه 60. زعلان؟ زعلان من الانجاز؟ انت بمقتضى الدفع عند قيد الدعوه ده معفي من انك ما 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 انك تقدم الاقرار، انك تتحسب عليك جريمه تهرب. انت عفيت منهم بالبروتوكول ده. قانونا محدش يقدر يحاسبك، بدليل ان محدش حاسبك. هو مين فيكم بيدفعها زي ما القانون قال؟ محدش. مين قال انه مين اللي بيدفع القيمه المضافه على قيمه الدعاء الاتعاب اللي خدها من القضايا صح بالرقم الحقيقي؟ ولا واحد، ولا واحد. كله بيتكلم عن كله بيدفع ال 20 وال 40 وال 60 واتعابكم فيها اكتر. ليه تخلونا نتكلم بهذه الطريقه؟ ليه؟ ليه تجبرونا على ان احنا ننشر ده؟ وانت اصلا لم تضار، انت استفدت. انت المستفيد مما حدث. انت المستفيد من البروتوكولات. بتعاير النقابه بالبروتوكول اللي احنا عملناه لصالحك واللي احنا عطلنا بيه تنفيذ القانون. ازاي تجرؤ تعمل كده وتقول كده؟ ازاي تضيع اللي عملته رقابه المحامين ده؟ احنا طعنين امام المحكمه الدستوريه. والطعن ما زال موجود. واحتمال المحكمه تحكم. ولو حكمت المحكمه خلص الموضوع. ما حكمتش البروتوكول هينفعنا، هيخفف. اللي مش عايز البروتوكول يقول انا مش عايز البروتوكول ويتعامل لوحده، منه للقانون. وبس احنا مش مسؤولين عنه. يبعت انذار يقول انا ماليش دعوه بالبروتوكول ده. انا مش هنفذ بروتوكول نقابه المحامين. على فكره مكتوب كده في البروتوكول. انه محامي ممكن يقول لك مش هدفع انا عند قيد الدعوه. خلاص ما تدفعش. مش هدفع ال 20 جنيه ما تدفعش، بس هتدفع اللي موجود عليه في القانون. واذا ما دفعتش هتتحبس. والجريمه هنا جريمه مخله بالشرف. اذا اللي وضع من النقابه في هذا الاطار وضع لصالح المحامين وفائده المحامين. ليه الالتفاف في انك القيمه المضافه؟ يعني ايه القيمه المضافه؟ طب ايوه يا سيدي، احنا ريحناك من القيمه المضافه. عايز تتعامل مع القانون مباشره، روح تعامل مع القانون مباشره. ما انا ما اقدرش اعمل لك اكتر من كده. انا ما عنديش امكانيه تاني غير كده. حتى لما قانون لما الامر قرار الوزاري ده صدر من وزاره الماليه من وزير الماليه بانه غير فئات المبالغ اللي بتحصل تحت حساب الضريبه اللي كانت 5 و10، مش كانت 5 جنيه؟ تروح فجاه كده طلع قرار وزاري قال لك 50 و100 و150. غيرنا القرار الوزاري. الكلام ده طلعه قبل العيد الاضحى بيوم، بعد عيد الاضحى بيومين كان في قرار وزاري تاني استجابه لنقابه المحامين، وتم العدول عن الزيادات اللي وضعها وحليناها. احنا بنعاقب على ان احنا انجزنا؟ بنعاقب على ان احنا عملنا حاجه فيها فايده للمحامين؟ لا، احنا بنفتخر باللي تم. انا بفتخر باللي تم في القيمه المضافه، وبفتخر باللي تم في تحصيل اتعاب المحاماه. ما عندناش حاجه نخاف منها ولا نتهرب من المسؤوليه فيها. انا مسؤول عنها تماما ومش هتراجع عنها تماما. انا مؤمن باللي انا عملته ومؤمن انه هذا الصح. احنا فاضل حاجة أنا شايف إنها مهمة يمكن تتعلق وماذا بعد؟ يعني إحنا إيه اللي ممكن اللي جاي ده؟ في حاجة تانية ممكن تتقدم للمحامين سواء شبان أو غير شبان واستفيدوا منها؟ في إحنا النهارده عملنا إجراء مع وزارة الاستثمار بشأن تفعيل المادة 60 من قانون المحاماة. المادة 60 دي كانت صدرت في 2008 بينص على انه يوجب القانون وجود مستشار قانوني لشركات المساهمه اللي يوجب فيها القانون وجود مراقب مالي. عطلوها ودخلنا في معارك، قلهتنا عن ان احنا ندخل في المساله دي. ان شاء الله هنصل
إلى أن كل الشركات المساهمة اللي القانون بيوجب وجود مراقب مالي لها أن يشترط وجود محامي أو مستشار قانوني متعاقد مع الشركة المساهمة. أنا أعتقد أن دي هتبقى إضافة في المساحة دي، إضافة، خصوصا أن احنا عاملين دورات مع وزارة الاستثمار اللي هي وكيل المستثمر وتنمية المهارات الاستثمارية لدى المحامين، باعتبار أن دي بوابة جديدة على المحامين. يعني احنا ما كانش في زماننا التفاصيل دي، لكن دلوقتي بقت مهمة جدا، بقت هي نص المحاكم شغل الاستثمار في المحاكم الاقتصادية، كل التجاري تقريبا بقى هناك، حتى الجنائي المرتبط بيها راح هناك، راح في المحاكم دي. فاحنا معنيين بان احنا ندي الفرصة دي للمحامي في انه يبقى موجود وجوبا في عقد الشركة، فيبقى له مرتب او يبقى له اتعاب مع الشركة اللي بتسجل نفسها للاستثمار. اثنين، ان احنا داخلين على تطبيق قانون الانتداب. قانون الانتداب ده يعني ايه؟ قانون الانتداب، الانتداب ده يا اخوانا جه في الدستور. للي قروا الدستور كويس، في النص المادة اعتقد 34 او 37، يبلغ كل مقبوض عليه، ده النص الدستوري، يبلغ كل مقبوض عليه باسباب القبض عليه ويمكن من الاتصال بزويه ومحاميه. ادي النص الدستوري، ادي واحد. اثنين، ولا يبدأ معه التحقيق الا في حضور محامي او مدافع، ولا يحال محكمة جنحة او جناية اول درجة او ثاني درجة في الجنحة الا بوجود محامي. ده معناه ايه؟ معناه انه مفيش تحقيق جنائي مش هيبقى فيه محامي وجوبا. المحامي ده هيجاب ازاي؟ هيجاب بالنيابة التوكيل، يا الناس عندها امكانية فتوكل المحامي فيبقى في شغل، يا هتندب له النيابة محامي لانه ما عندوش امكانية يوكل محامي. في الحالتين المحامي هياخد فلوس، هياخد اتعاب. هتبقى دي في مرحلة التحقيق ومرحلة الجنح، وفي مرحلة الجنح المستأنفة زي مرحلة الجنايات بالظبط. بمعنى انه ايضا مفيش رول الجنح اللي بيبقى فاضي من المحامين، اللي بيبقى نصه من 1 لـ50 مفيش، ومن 50 لـ80 مفيش محامين ولا دفاع، يبقى لازم يبقى فيه محامي، والا هيبقى الحضور باطل، والا هتبقى المحاكمه باطله. هترتب على ده ايه؟ المحامي ده يوكل او ينتدب. وكالته او انتدابه معناه انها بتوفر له فرص عمل، بتوفر له شغل. ده مرتبط بكفاله حق الدفاع. انا فاكر كويس واحنا بنناقش النص ده في الماده في لجنه الـ50، حد من المستشارين قال طب ليه الجنح كلها لازم يبقى فيها محامي؟ طيب ما نخلي الجنح التي يوجب القانون الحبس فيها، يعني جنح لا تبقى جنح السرقه او خلاص. فقلت له يعني انت جاي سبت، انت وافقت معانا على وجوب حضور المحامي في التحقيق. قلت له التحقيق ده يعني يتحبس 4 ايام يا يخلى سبيل. انت اوجبت حضور محامي عشان 4 ايام. طيب ايه اللي محكمه الجنح والقانون ما بيوجبش في الحبس فيه، انما محتمل انه يتحبس 3 شهور؟ انه اولى بالرعايه؟ قال له حجه موفقه ووافقوا معانا على النص عشان نقدر نوفر للمحامين فرص عمل حقيقيه. الموضوع مش سهل، خلي بالكم، يعني الموضوع مش سهل، وتفعيل ده محتاج جهد تشريعي ومحتاج جهد مهني ومحتاج تكاتف ايضا نقابي. يعني لازم نقابه المحامين تبقى مصطفى اصطفاف صحيح. احنا نجحنا ليه في المحله في معركه الضابط والمحامي؟ لان المحامين كانت في حاله اصطفاف، ما كانش فيه نشاز مهني، كل الناس مستنيه تاخد حقها بالقانون وبالضوابط وبالقواعد، وناس حست وكل الدنيا حست ان النقابه رجل واحد، محامي واحد، مش متعددين، ما كانش في بيننا خلاف، ما كانش في قضيه خلافيه. اتمنى ان في القضايا الجوهريه الهامه اللي زي اللي انا بتكلم فيها امام حضراتكم الان نبقى صف واحد. احنا لما قدمنا النهارده قانون الادارات القانونيه، ما حدش سالنا عن الادارات القانونيه. قدمنا قانون الادارات القانونيه النهارده وفي مجلس النواب.
ووافت عليه الامانه العامه ودخل لجنه تشريعيه. اتمنى انه ما تروحش محامين زي ما راحت لقانون المحاماه وتصرخ في اللجنه التشريعيه الحقونا مش ما تنظروش القانون عشان القانون ده مش عارف هيعمل ايه، عشان القانون ده ما اتعرضش علينا، عشان احنا ما نعرفش القانون ده. دي فتنه، دي فتنه عشان تضيع الحقوق. تخيلوا لو كانوا سمعوا كلامهم كانش قانون المحاماه ده طلع. قانون المحاماه اللي بكل ما تم فيه من انجاز، انتوا بتكلموني عن ايه الضمانه او الضمانات اللي المحامين خدتها؟ لا، اللي موجود في قانون المحاماه غير مسبوق في اي، لا في تاريخ المحاماه ولا في النقابات ولا على المستويات الموازيه لنا. احنا عندنا ثلاث انواع من الحصانات والحمايه. الاولى المتعلقه في جرائم الجلسات والسب والقصف والاهانه اللي بتقع من المحامي اثناء المحاكمه. خلي بالكم النص ده مرتبط بايه؟ مرتبط بالتلبس. لا يجوز القبض عليه ولا احتجازه ولا حبسه. ها؟ المحامي اللي بيتهم بكده ان هو متلبس. مفيش في الدستور حد معفي من التلبس الا المحامين. مفيش حد. اللي عنده حصانه قضائيه مش معفي من التلبس. اللي عنده حصانه نيابيه مش معفي من التلبس. المحامي اثناء دفاعه معفي من التلبس. معفي عدم لا يجوز القبض عليه وهو متلبس. هو لما بيشتم القاضي او يهين القاضي مش دي حاله تلبس؟ ما بيتحبسش طبقا للقانون. نجحنا في ان احنا ننقل هذه الحمايه للمحاكم للنيابات بنص جديد للنيابه ولجهات الاستدلال الاثنين. والنهارده اصبح هذا الامر منصرف الحمايه امام المحكمه وامام النيابه وامام جهات الاستدلال. في نص اخر او مرحله اخرى متعلقه بعمل المحامي، انه النهارده علشان المحامي يتهم اثناء اداء عمله في النيابه او في الشرطه انه تعدى عليه خصم موكله اللي بيتحجز وبيتحبس وبيقف وتعطل عن اداء دوره، النص قال لا، تتقدم مذكره والمذكره تروح للمحامي العام الاول للاستئناف هو اللي حققها. اذا لقى فيها جديه يوديها المحكمه، ما لقاش انتهى الموضوع ويستمر المحامي في اداء عمله. في حقوق معطله؟ اه. في محامين مش عارفه حقها؟ اه. في محامين مش عارفه تقف ازاي؟ اه. ده في محامين جايه تقول عايزين كتاب دوري عشان نصوص القانون دي. لا، مش هديك كتاب دوري. المحامي اللي مش هيعرف حقه مش ما يبقاش محامي. المحامي انت معاك القانون. حاج بيه وواجه بيه واحنا معاك. واحنا معاك، انما انا مش هجيب لكل محامي محامي. مش هينفع. احنا بالاصرار هننفذ القانون. وهنعمل القانون. وهنؤكد حمايه القانونيه لله. لكن في ناس لا عارفه حقها ولا تعرف تدافع عن حقها ولا تعرف الفرق بين انها وهي بتمارس عملها او بين انها بتتخانق مع الجيران. ما انا كمان في النقابه مش النصوص دي مش معموله علشان لما المحامي يتخانق مع الجيران بتاعته ياخد اعفاء من الحبس، لا، ما يتحبس، اذا غلط يتحبس. اللي اتخانق مع حماته وقعد يستدعي الناس على الفيس الحقونا احنا اتحبسنا في الاسم وخناقه مع 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 مراته او مع حماته او مع نسايبه، نقول محاماه؟ نقول محاماه لما جيران يتخانقوا مع بعض نقول محاماه؟ لما اتنين في اشاره يتخانقوا مع بعض نقول محاماه؟ لا، دي تستوجب الزماله، ماشي، انت زميلك في خناقه في معركه في يقف معاه، انما دي مش نقابه. النقابه مش كده. احنا كمان لازم نبقى منصفين مع نفسنا علشان ما نستفزش حد وعشان ما حدش يستفزنا. في جميع الاحوال كل شيء قابل الى انه يحدث فيه انتقاص، بس عندما نتعاون من غير يعني من غير عمد لتضييع حقوقنا احنا نقدر نصل لحقوقنا ونصل الى اعلى منها ونفرض. هو احنا هو اخواننا قبل القوانين دي قبل النصوص دي هي كانت المحامين بتتحبس؟ مش محامي. ليه؟ لانها كانت بتعرف تدافع نفسها، لانها كانت بتعرف تواجه. انما احنا للاسف حطينا بديهيات علشان نحافظ على المحامين، بديهيات. المحامين اسلافنا العظام كانوا بيحققوها من غير نصوص لانهم كانوا قادرين يدافعوا عن نفسهم وقادرين يقدموا الحجه ويقدموا ايضا البرهان على مصداقيتهم. ما ينفعش ابقى غلطان وادافع عن الخطا واتمادى فيه كمان واعتبره قضيه المحامي ما يغلطش. لا، ما ينفعش كده.
ده مش صح، ده مش صحيح. اللي يغلط فينا ناخد حقنا منه، واللي نغلط في حقه احنا كمان نحاسبه اذا كان في ايدينا هذا الحساب. وننبذ هذه الفكره، او ننبذ فكره الاستقطاب المهني اللي ملهاش اي لزوم الا في اطار الغيره على المحاماه، والغيره على مستقبلها، والغيره على 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 قيمتها وقامت من فيها المحاماه. مسؤوليتكم زي ما مسؤوليه اعضاء النقابه، مسؤوليه المحامين، لازم تبقوا متفاعلين، لازم تبقوا متداخلين، لازم تبقوا كل يوم في الاحداث بس الايجابيه، مش بـ مش مش بـ اصل احنا اصل محاماه، اصل احنا اتبهدلنا، اصل احنا اتعاملنا خلاص اتبهدل، تمشي ما تسيب المحاماه ما دام مش عارف تدافع عن نفسك، انما ما تقف ما تقطعليش هدومك وسط الناس علشان تسيء للمحامين وتسيء لنفسك، لانه ده امر انا ما اقبلوش عليك. المحاماه مش كده. ما يحدث مع المحامين على المستوى العام شيء، وما يحدث احد الناس مع احد الجهات الاخرى شيء اخر. طب ما احنا هو خلنا هو في ضابط ما بيغلطش، في محامي ما بيغلطش، في قاضي ما بيغلطش، في موجود كل ده موجود، بس ازاي نتعامل معاه؟ مش ازاي نمنهج فكره الكفر بالدنيا كلها، خلاص احنا الدنيا ضاعت، طب نعمل لك ايه؟ لا، الخطا اليومي المتعلق بالتربيه ده احنا ما نقدرش نمنعه مسبقا على فكره، ما نقدرش، لانه اللي مش متربي ده تجيبه منين؟ يعني تتعامل معاه ازاي؟ حتى لو تعاملت معاه صح هيغلط لانه مش متربي. هذه التربيه بتصيبنا احنا ايضا زي ما بتصيب غيرنا. وانا دايما اقول زي ما في قاضي قليل ادب، في محامي قليل ادب، وفي نيابه قليل ادب، وفي ضابط قليل ادب، المهم كيف نتعامل مع ده في حجمه، مش نعممها. مش محامي غلط او محامي كان متجاوز يبقى كل المحامين كده، ولا قاضي عمل كده يبقى كل القضاة كده، ولا ضابط عمل كده يبقى كل الضباط عملوا كده، لا لا طبعا، لازم نتعامل مع الاحداث بحجمها، وساعة بساعة، ولحظة بلحظة، وبالتفاعل الايجابي. التفاعل الايجابي بعدم الاستباق. اللجوء للنقابة الفرعية مهم، الالتفاف حوالين النقابة مهم، من اول النقابة الفرعية لغاية النقابة العامة، احنا بنكمل بعض، كيان واحد، بس مش بنزايد على بعض، مش بنزايد على بعض، مش بندور نحرق بعض، مش بندور على خناقة، نوسعها علشان نضيع فرص انهاء الازمة او حل الازمة. لو قدرنا وفهمنا ده كويس، انه النقابات متداخلة مع بعض وبتكمل بعضها، وانه الحلول اللي احنا بنقدمها فرض كفاية مش فرض عين، هندرك الحقيقة الهامة للمحاماة. المحاماة رسالة، المحاماة قيمة، المحاماة فروسية، وليست المحاماة زي اي مهنة. انا بقول دايما المحاماة رسالة، رسالة للدفاع عن الحق والعدل والحرية، كل القيم العليا النبيلة، احنا اصحاب هذه الرسالة، لن ينزعها منا احد، ولن يكفرنا منها احد وبها احد. سوف تظل المحاماه تعلو ولا يعلى عليها باذن الله، بكم سوف تنتصر المحاماه، عشتم للمحاماه وعاشت النقابه للمحامين جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.